حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام سابق الطير ونجاري الطير آمنا بتغيير شباب حقق حلامه اليوم تم افتتاح بير التوازي صدقة دارية عن روح المرحوم أبو بشير محمد خليل نعور بيل التوازي بإشراف صاحب صنابل الخير جزاهم الله خير الجزاء وحسن الله لهم وسقاهم الله من حوض الكوثر يوم القيامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد كما ينقي الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل قبرهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل قبرهم حفره من حفر النار اللهم تقبل هذه صدقه وجعلها سببا لدخول الجنه ونجاه من النار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.